اليوم بدي أشوف ست هيام أم محمد. أم محمد جاي من الكويت وهي أصلها من قرية فجة، فجة قضاء يافا. طبعا فجة كانت معروفة بالبرتقال. بعد 48 الاحتلال هدها تماما وبنى منازل إسرائيلية فوق البيوت العربية الفلسطينية. ما تبقى من فجة ضايل بس أكم من قبر اللي هم قبور أولياء من أهل البلد. واليوم هي صارت تعد جزء من منطقة بيت حتقبة. فخلينا نروح نشوف أم محمد وإيش نسوي بفجة. طيب خالتي أم محمد، إحنا هلأ بعاد تقريبا حوالي 6 دقائق 7 عن فجة. هاي أمنية عمري إني أشوفها، والله أمنية حياتي إني أشوفها. إيش هادي؟ مش عارفة يعني، غالبا مهدومة هي كل البيوت، يعني كل البيوت إلا بيت واحد اللي هو بيحكوا له بيت أحمد العبد. كان بني جديد من جماعتنا برضه، ولساته موجود معلم أثري اللي هي القبور. في 3 قبور ظلت موجودة في وسط البلد. طب هلأ لما نروح إن شاء الله على البلد وإن شاء الله نندل على شوية أشياء إن شاء الله، إيش بدك تاخدي معاك من هناك؟ كلها معايا، أحملها فيه، هي محمولة معي. تحمليها على الكويت؟ محمولة في القلب. ما هي، طب اسمعي، أنت بتاخدي إشي من هناك كأنه أمانة. ونرجعها إن شاء الله. إن شاء الله. هذا هو مركز البلد، مركز فج. هلا هي مهدومه، يعني احنا نحاول نلاقي اي شيء. هذا مش كينو الشجار؟ لا، انا عم بفتش على البيت المتبقي، يعني هون هو بيت واحد بس. كان ابوي يحكي لنا عن الصبر لما نروح على المدرسه، انه طريقنا بطريقنا الصبر، ونكون نتخبى لبعض نخوف بعضنا. الصبر اللي هناك. هذا شجر الكينة. جرات فجة. هعمل اشي فني وبتشوفي، وان شاء الله اللي بوصل الكويت وربنا بيقدرنا. يلا برتقال ويا فجة. ماني فاتح لي الكاميرا. استرجعنا حبتين برتقال من ال من من احدى الدور. المقبره كلها راحت، ما في كل 3 قبور اللي هو قبر الشيخ احمد وشحاذي واسماعيل اعتقد. خالتي محمد، انت بفجة حاليا. شعور لا يوصف، لا يوصف ولا بأي شكل من الأشكال. أنا في الجنة، صدقا أنا في الجنة. مبسوطة؟ كتير كتير. شو بدك تحكي لأولادك وخواتك؟ أجمل رحلة بحياتي، 68 سنة اليوم أخذتها. أخذت لهم شوية تراب وشوية، استرجعنا شوية برتقال.